السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الريان الفضائية في هذه الحلقة من برنامج استوديو اليوم الوطني الذي يواكب هذه الأيام المباركة من خلال ضيوف مميزين وتقارير متنوعة. نعم يا سلطان، أيام فرح وفخر نعيشها سويا، ونحن الليلة عشية 18 من ديسمبر يوم العزة والكرامة، حيث تعم البهجة أرجاء البلاد وترتدي قطر أجمل وأبهى حلتها. دارنا عالية سميت كعبة المضيوم أعزائي المشاهدين. بعد هذه العرضة الجميلة دارنا عليا ننتقل إلى موضوع آخر. قبل ساعات من المسير الوطني الذي يقام صباح غدا الجمعة، هناك جهود كبيرة تبذلها الجهات المختصة بهدف إعداد الخطط الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني. نعم يا سلطان، الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو العميد الدكتور علي خجيم العذبي، مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات ورئيس اللجنة الأمنية. مرحبا بكم وسهلا وبركة ساعة الواجهنا فيها. الله يرحب بكم أنتم وإخواني المشاهدين. يا مرحبا. يا مرحبا بك. يا هلا ومرحبا بك. نحمدك يا ذا العرش. شعار جميل، شعار اليوم الوطني هذه السنة، ايش يعني لك هذا الشعار؟ صراحة في ظل ظروف الحصار وظل ظروف الجائحة وظروف وفرحة قطر بالإنجازات الرياضية، أعتقد أنها كل مواطن قطري يكون على لسانه نحمدك يا ذا العرش. وهذه مقولة تم قولها من أيام المؤسس، وأعتقد أنها كانت مقولة ثاقبة في محلها. نعم أحسنت. لو نتكلم شوي عن بكرة، بكرة يعتبر يوم جدا مهم، أمانة الجميع يترقب هذا اليوم، وخاصة
المسير والعارضة وغيره. احنا نبي نتكلم عن بكرة استعداداتكم ونبي نوضح للمشاهدين الكرام ونستغل وجودك الكريم معنا، لان مثل ما تعرفين التعاون لابد ان يكون من الجمهور، لابد ان يكون الجمهور على دراية ان بكرة مشاهدين الكرام غير مسموح الحضور ووجود الجمهور الا لمن وجدت عنده الدعوة اللي هي تسمح لك بالحضور، غيره لا حد يجي ويتعب نفسه، ما راح يكون في هناك حضور للجمهور الا عن طريق الدعوة هذه. صحيح؟ صحيح طال عمرك. طبعا انتم عارفين ان السنة هذه اليوم الوطني في يوم في حالة استثنائية بجائحة كورونا، فتطلب منا ان احنا نتخذ اجراءات استثنائية في تأمين فعالية المسير على الكورنيش، وهذه الاجراءات طبعا متضافرة مع اخواننا في الصحة اللي أصروا على أنه يكون هناك إجراءات احترازية بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية. والإجراءات الاحترازية هذه تطلبت أن نقلص أعداد الأخوان اللي راح يكون متواجدين في الكورنيش والمدعوين من العدد الرقم تقريبا اللي هو 19,000 إلى 2,569 تقريبا مدعو فقط، والأعداد هذه راح يكون لها أماكن مخصصة سواء من ناحية المواقف أو من ناحية المقاعد. نعم. فباقي الأخوان إن شاء الله نتمنى أنهم يجلسون في منازلهم ويستمتعون بمشاهدة المسير. نعم. والحفل على الكورنيش من خلال التلفزيون. نعم، إحنا بإذن الله تعالى راح تكون لنا تغطية والقنوات كلها راح تكون جاهزة وعلى أتم الاستعداد أن تغطي لكم جميع الزوايا مشاهدين الكرام. فلذلك حرصا على سلامتكم وتعاونكم مع أخوانكم الموجودين وتعبانين من الفجر من الساعة 2 والساعة 1 يحضرون في الكورنيش فقط على أساس ينظمون هذه الفعالية الجميلة. نسأل الله تعالى السلامة للجميع، والتعاون مشاهدين الكرام ضروري جدا، وبإذن الله تعالى ما احنا مقصرين، احنا يا الإعلام بنغطي لكم أجمل صورة. وهذه على قولتكم مثل ما ذكرت أنت هذا يوم استثنائي، وما بغى يعني الدولة ما بغى توقف هذا اليوم، لكن استمرت وجد الفعاليات ولكن عن طريق التلفاز بإذن الله تعالى. نعم أخوي أحمد، ننصح المشاهدين وهم على موعد بتغطية مميزة من جميع القنوات الرسمية الموجودة في قطر. سيد علي العدبي، لو نتكلم عن استعداداتكم، هناك أغلاق للكورنيش، تجهيز للحفل، لو نتكلم متى بيتم تسكير الكورنيش وإلى متى وفترة العرض؟ طبعا تعرف انت الاجراءات الامنيه اللي تتخذ لازم يكون هناك في يسبقها اجراءات امنيه على اساس انه يكون الاغلاق على الكورنيش يكون اغلاق تدريجي ما يكون فجائي. نعم. وهذه الاجراءات بما ان الحفل اللي راح يكون في الفتره الصباحيه تطلب منا ان احنا ناخذ اجراءات امنيه من بدايات الساعات الاولى من الصباح اللي هو يوم الجمعه، نقول من ساعات الفجر الأولى من بداية الساعة 12 من الليل يوم الخميس مساء هذا اليوم، ومع بداية الساعات الأولى من فجر يوم السبت راح يكون هناك إغلاق تدريجي حتى موعد الإغلاق النهائي اللي هو ممنوع يمنع حركة المرور والمشاة على الكورنيش أو موقع في مكان موقع الحفل. نعم عميد الدكتور، لو نتكلم شوي عن مسألة تقليص العدد من 19,000 إلى 2,569، لا زال العدد كبير، يعني لو نتكلم احنا 2,500 عدد مش بسيط، ولكن ايش الإجراءات اللي راح تكون بإذن الله تعالى للجمهور اللي موجود في الكورنيش؟ طبعا ذكرت لكم انه في البداية الناس اللي راح تجي راح يكون هناك دعوات خاصة. نعم. للأخوة اللي راح يجون مدعوين للحفل راح يكون من خلال اللي هو الدعوة راح يكون فيها باركود يحدد مسار اتجاه المدعو للمواقف اللي راح يقف فيها، راح يكون هناك عند المواقف يكون مقعد له، راح يكون هناك فيه تباعد وفحص من خلال أخواننا الهلال الأحمر. نعم، على الحرارة والكمام والمعقمات. بعد ما يكون متواجد في مقعده راح يكون هناك تباعد اجتماعي بينه وبين الشخص اللي في جنبه. طبعا احنا نبهنا على الأخوة اللي عندهم دعوات انه ما يصطحبوا الأطفال ولا يصطحبوا معاهم
كبار السن أصحاب الأمراض. نعم أصحاب الأمراض أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذه راح تسبب لنا ربكة بالنسبة لنا إحنا كأمن، وبالنسبة له راح يمكن حتى ما يستطيع أنه يشاهد الحفل ويستمتع به. فحذرنا في لقاءاتنا السابقة في وسائل الإعلام أن الرجاء منهم أنه ما يصطحبون معاهم أي أطفال. في نفس الوقت فيه اشتراطات معينة أثناء جلوسه في المقعد، عدم القيام منه أو التحرك أو الهتاف أو الأغاني أو القيام بأي تصرف على أساس من متطلبات الصحة أنه والاحتراز أنه يكون في مكانه. نعم. على أساس أنه لا تنتقل العدوى لا سمح الله، أو يكون هناك أي انتقال للعدوى بين الجمهور. نعم دكتور، لو نتكلم أيضا عن الجمهور وآلية نقل الجمهور في الباصات من المواقف، وين المواقف والباصات متى تتحرك تقريبا تودي فيها الجمهور إلى الكورنيش؟ طبعا المواقف ولله الحمد السنة على أساس أن تقلص العدد، الجمهور راح يقف في مكان الاستيجات أسفل الاستيجات، راح يكون هناك مواقف أرضية مباشرة بعد ما يقف يطلع مباشرة إلى الأعلى، بيكون هناك في انتظاره الأخوان بالصحة والأمن بعد ما يتأكدون من الاحترازات والاشتراطات الصحية. نعم. راح يكون مقعده جاهز، لا يتطلب الموضوع الانتقال في شتل أو في باص أو من موقع لموقع آخر. نعم ممتاز. طيب بالنسبة لانطلاق المسير إن شاء الله متى راح تكون؟ انطلاق المسير إن شاء الله راح يكون الساعة تقريبا الساعة 9:30 الصباح، وراح ينتهي الساعة 10:30. متى تنصح بحضور الجمهور؟ كيف؟ حضور الجمهور المدعو متى تنصح بحضوره؟ أنصح يكون متواجد يعني في نهاية الساعة 7 الصباح. ممتاز ممتاز. يكون متواجد عشان يكون في وقت، عشان يكون هناك في وقت لتدارك أي ظرف طارئ. نعم لو نتكلم عن الشوارع المغلقة وأيضا كيفية وصول الجمهور إلى هناك، خط معين وهناك تجهيزات أمنية وتدابير أمنية كبيرة من قبلكم وجهود كبيرة صراحة نشكركم عليها. نوجه فيها رسالة للجمهور الشارع اللي هم ممكن يوصلوا له للمواقف، مواقف الجمهور. نعم حنا من خلال الدعوة راح يكون هناك فيها باركود. نعم. الباركود هذا لكل مدعو راح يكون يوجه المسار للموقف اللي راح يسلكه والطريق اللي راح يسلكه. نعم. إلى أن يصل إلى الموقف الخاص به. أيوة. ومن ثم ينتقل إلى المقعد. فراح يكون هناك طبعا إجراءات أمنية. نعم. وعلى نقاط التقاطعات هي اللي راح تحدد له المسار بعد في حالة أنه إذا كان يسمح له بالدخول من منطقة إلى منطقة أم لا. نعم. بالنسبة لمستخدمين هذا الطريق بشكل دائم مثل ما تعرف هذا طريق حيوي. نعم. فنبي نتكلم متى راح تكون هناك الإغلاقات على أساس أن الناس تتجنب الدخول في الازدحامات أو تتجنب حتى لا كان عندها موعد مهم أو شيء عن طريق الكورنيش تستخدم طريق آخر؟ طبعا تعرف احنا بيكون السنة هذه والله الحمد المسير بيكون في يوم جمعة، واليوم جمعة عادة يكون جميع الأجهزة الحكومية في عطلة. نعم. لكن ممكن يكون هناك في بعض الزيارات من أسر لبعض الأسر، فنرجو أنهم يتأكدون من المسارات اللي راح يسلكونها قبل ما يتوجهون، لأنه راح يكون هناك نقاط أمنية تحد من تحركهم في بعض الشوارع التي تؤدي إلى منطقة الحفل. فإن شاء الله احنا نتمنى أن ما يتضايقون منا أخواننا المواطنين والمقيمين، لأن هذا يوم لنا كلنا، وإن شاء الله نتمنى لهم يوم سعيد بإذن الله. نعم بإذن الله. لا شك أن هذا يوم فرحة ويوم الكل ينتظره، يعني يوم وطني والكل يقدم فيه الولاء، والكل ينتظر هذا اليوم الجميل اللي شوف فيه العرض الجميل والألعاب النارية. بخصوص الألعاب النارية، هل المتاح للجمهور الحضور لمشاهدة الألعاب النارية في المساء؟ نعم راح يكون هناك ألعاب نارية تقريبا، هي راح تكون بين الساعة 8:30 والساعة 9:30 أو 9:15. هل وقت راح يكون احنا ذكرنا في بداية
لقاءاتنا السابقة مع الأخوان في الصحافة أنها راح تكون 8:30، لكن حبيت أنوه لأنها تتزامن مع بطولة كأس سيدي صاحب السمو. فالناس طبعا الأخوان في الجهات المعنية تبغي الكل يستمتع بهذه الفرحة اللي هي فرحة المسير اليوم الوطني وفرحة نهائي كأس سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظ الله. فممكن من الساعة 8:30 أنه يتأخر الألعاب النارية إلى الساعة 9:30، بين الوقت هذا راح يكون هناك إن شاء الله. أما من ناحية المرتادي المنطقة راح يكون الكورنيش مفتوح للكل للجميع، راح تأخذ بعض الاحتياطات الأمنية، مثلا إغلاق مسار واحد المتجه من الأمانة العامة، إشارة الأمانة العامة إلى منطقة إشارة الشيراتون اللي هو حارة واحدة اللي هي مقابل البحر، على أساس أنه يستمتعون المشاة أكثر بالألعاب النارية. في نفس الوقت نحب ننوه أنه نرجو من الأسر لما تكون معاهم الأطفال أنهم ينتبهون على الأطفال، لأنه راح يكون الكل سعيد والكل مبتهج، وممكن في حالة من الحالات يغفل عن الأطفال ويسبب للأمن المتواجدين هناك ربكة في البحث عن الأطفال المفقودين. أحسن. نبي مثل ما ذكرت اليوم هذا نبي تيسر، ويد واحدة ما تصفق إذا ما كان في تعاون. جهودكم إحنا ما فيها شك 1%، أنت أنا عارفينكم ما تدخلون شيء، لكن نبي من الجمهور الالتزام أكثر مشاهدين الكرام لتحسب من أي شيء طار لا سامح الله. وأنتم مثل ما تعرفين راح يكون في هناك زحمة وسيارات وغيره والمشافة، لذلك الجميع ينتبه على عياله، وإن شاء الله الفرحة هذه تكون للجميع وما بكرة نشوف أي مكروه بإذن الله تعالى. قبل لا نختم معاك نبي منك كلمة أخيرة حابة توجهها، سواء كانت تجنب لمخالفة معينة، تجنب لسلوك ما أنت حابب إنه يكون بإذن الله بكرة، أو نصيحة تقدم. حنا نتمنى من الأخوان اللي الغير مدعوين والمواطن، سواء كان مواطنين أو مقيمين، الالتزام بالتعليمات، البقاء في منازلهم والاستمتاع من خلال التلفزيون مشاهدة الحفل، لأن السنة هذه مثل ما تفضلنا وبلغنا أنه يعني هذه الحفل هذا في إجراءات استثنائية. وهذه كلها تنصب في صالح المواطنين والمقيمين، ونتمنى من الله إن شاء الله أن الكل يكون يستمتع بالمناسبة هذه، ونبارك لأنفسنا وللشعب القطري هذه اليوم السعيد إن شاء الله. نعم دكتور علي خجيم العذبي، رسالتك جدا كافية ووافية. مشاهدينا الكرام قعدوا في البيت، هذه الإجراءات الأمنية متواجدة أو حطوها علشان سلامتكم. هناك تغطية شاملة، وهناك تغطية للعرض المسير، وأيضا هناك تغطية من القنوات الرسمية. أقعد في البيت وتابع هذه الاحتفالات، اللي عنده دعوة يروح ويحضر ويلتزم بالقوانين اللي وضعتها اللجنة الأمنية، هذا كله تصب في مصلحتكم. أعزائي المشاهدين، نشكر العميد الدكتور علي خجيم العذبي، مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات ورئيس اللجنة الأمنية، شكرا لك على الكلام، واستمتعنا بالحديث معك. يا مرحبا بكم، شكرا. الله يبيض وجهك والله يعينكم بكره ان شاء الله، موفقين افداك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير راجع لكم، خليكم معنا.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني تبرز جملة من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية أيضا حققتها بلادنا الحبيبة قطر خلال هذا العام على المستويين الداخلي والخارجي. نعم أخوي أحمد، للوقوف على هذه الإنجازات يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. يا هلا مرحبا فيك يا دكتور. يا هلا فيكم. يا مرحبا بك يا دكتور. دكتور، السنة هذه لا يسع الإنسان إلا أن يحمد ربه على السنوات اللي طافت هذه كلها وعلى هذه الجائحة وعلى ما مرت فيه دولة الحبيبة قطر وما واجهت من صعوبات وإنجازات بنفس الوقت. لو نتكلم شوي عن شعار اليوم الوطني لهذه السنة، كان اختيار موفق أمانة في محلة من أبيات المؤسس طيب الله ثراه نحمد كذا العرش. إيش يعني لك هذا الشعار؟ هو بلا شك أن ما مرت به الدولة وما مرت به المنطقة خلال السنوات الأخيرة وتخطي بلادنا لهذه الأزمات بهذا النجاح وهذا الازدهار بفضل من الله عز وجل، وثم بحكمة القيادة وبتلاحم هذه المكونات الشعبية المختلفة مع القرار السيادي لدولة قطر، كان بلا شك هو يعني محطة تستلزم منا جميعا نحمد الله عز وجل على هذا الإنجاز، وكذلك أن نتذكر دائما بأن كل ما نمر به وكل هذه المحن التي نمر بها هي مليئة بالدروس والعبر التي تستدعي أن نتوقف وأن ننظر كيف كان توفيق الله عز وجل وكان يعني إرادة الله عز وجل هي وراء هذا الإنجاز الذي مارنا به وهذه الأمور التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. نعم دكتور ماجد، خلال الفترة الماضية أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير بلاد المفدى العديد من الجولات الخارجية ضمن خطواته لتقوية علاقات قطر اقتصاديا سياسيا وأيضا عسكريا. ما أهمية هذه الزيارات؟ هو حقيقة طبعا هذه الجائحة أخرت بشكل كبير الجهود الدبلوماسية للعالم بشكل عام، رأينا كيف أن الكثير من المبادرات التي كانت فعالة خلال السنوات الماضية تحولت إلى العالم الافتراضي خلال هذا العام، سواء من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي لأول مرة تعقد عن بعد ومن خلال الفيديو عبر الانترنت كما رأينا في شهر سبتمبر الماضي، العديد من المؤتمرات تم تأجيلها من ضمنها مثلا منتدى الدوحة الذي كان يقام في مثل هذا الوقت من كل عام في شهر ديسمبر، رأيناه كيف هذا العام أيضا تحول إلى مجموعة من الفعاليات الافتراضية وربما نرى نسخة منه بشكل أو بآخر خلال العام القادم. كل هذا كان يعني بالنسبة للحركة الدبلوماسية الدولية تأخيرا وبطئا، ولكن مع ذلك كان حضرة صاحب السمو وآلة الدبلوماسية القطرية كانت حاضرة افتراضيا وحاضرة على الأرض، رأينا كيف أن سمو الأمير أجرى العديد من الزيارات واللقاءات سواء عن بعد أو مباشرة خلال هذا العام، وهو يدل طبعا على مرونة الدبلوماسية القطرية وقوة القوة الناعمة القطرية التي تتحرك في مختلف المجالات سواء الدبلوماسية أو الرياضية كما رأينا يوم أمس في اختيار الدوحة لإقامة آسياد 2030 أو من الناحية الاقتصادية، وكل ما رأيناه في الفترة الماضية من تحسن الأرقام الاقتصادية وكله دلالة على هذا النشاط الدبلوماسي والنشاط السياسي لدولة قطر داخليا وخارجيا. نعم، أضف إلى ذلك نجاح الدبلوماسية القطرية في حل العديد من الأزمات والعديد من الأمور سواء كانت خارج الدول أو الدول الغريبة. نتكلم شوي عن عوامل نجاح هذه الدبلوماسية القطرية. هو طبعا هناك أظن ثلاثة عوامل تجعل من الدبلوماسية القطرية يعني فلنقول آلة مميزة في المنطقة عن غيرها. أولا هو الإرادة السياسية. أول عنصر نجاح في أي حراك دبلوماسي عالمي هو وجود إرادة سياسية داعمة لهذا الحراك الدبلوماسي. رأينا طبعا من خلال النشاط القطري في السنوات الماضية أن هناك إرادة سياسية واضحة جدا باتجاه أن تكون قطر علامة فارقة في عالم الدبلوماسية عالميا. رأينا هذا من خلال المبادرات الدبلوماسية التي اتخذتها قطر سواء تلك المرتبطة بحل الأزمات بالوسائل السلمية والمساعي الحميدة أو تلك المرتبطة بإطلاق مبادرات من خلال الأمم المتحدة، رأينا طبعا أحدها قبل افتتاح الجمعية العامة أو مداولات الجمعية العامة لهذا العام، رأينا المبادرات القطرية مع متعددة الأطراف مع الأطراف الأخرى لتطوير آليات الأمم المتحدة. كل هذه المبادرات الحل أو بوادر الحل التي نتحدث عنها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بعد الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لإنهاء أطول حروبها في التاريخ، كل هذه المبادرات هي نتاج لهذه الإرادة السياسية. الأمر الثاني طبعا هو المرونة.
بمعنى أن الدبلوماسية القطرية كانت دائما قادرة على تعديل مواقفها، تغيير مواقفها، اتخاذ مواقف جديدة حسب ما يستجد. ورأينا كيف حتى أنه في ظل هذه الجائحة كان هناك ما يمكن بأن نسميه دبلوماسية الجائحة، حيث كانت قطر حاضرة في إطار الجهود الدولية لإيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد. صحيح. وكانت أيضا حاضرة في إطار المساعدات والمستشفيات الميدانية ووحدات العناية في الدول التي احتاجت إلى ذلك، وكانت قطر سريعة في هذه المسألة، ما يدل على أن هناك مرونة خاصة الدبلوماسية القطرية. النقطة الأخيرة التي تتميز بها الدبلوماسية القطرية أنها دبلوماسية شابة، وهذا ليس فقط تعليقا على أعمار الموجودين والعاملين في هذه الدبلوماسية، ولكن حتى نمط التفكير. هناك نمط تفكير شاب طموح في الدبلوماسية القطرية، يتجاوز الحدود التقليدية ويتجاوز الآليات البطيئة للعملية البيروقراطية لتحقيق إنجازات على الأرض غير مسبوقة بالنسبة للدبلوماسية إقليميا ودوليا. نعم دكتور ماجد، قطر اليوم هي دولة محورية في المنطقة ولاعب بارز ولاعب مهم، وكل يوم قاعدة تعزز حضورها الدولي. لو نتكلم عن هذه النجاحات اللي حققتها قطر، طبعا نحن رأينا كيف أن دولة قطر من خلال خاصة نافذة المساعي الحميدة كان لها دور كبير جدا في الساحة الدولية خلال العام الماضي. أنا أعتقد أن العام الماضي كان عام الدبلوماسية القطرية بامتياز، رأيناها على مستوى الجهود الثنائية التي خاضتها قطر مع عديد من الدول، وكذلك جهود متعددة الأطراف ومن خلال المنظومة الدولية، سواء تلك التي تحدثنا عنها سابقا مثل اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين حركة طالبان وتلك مع الحكومة الأفغانية، أو أيضا من خلال المساعي لتطوير وتنمية الجهود الدولية لمكافحة الفساد، رأينا ذلك في جائزة الدولة لمكافحة الفساد. نعم. وكل هذه المبادرات حقيقة جاءت في ظرف دولي ليس هين، يعني احنا نعلم جميعا أننا لا نتحدث فقط اليوم عن جائحة كورونا، بل عن أزمات متلاحقة على المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي دوليا. قطر حاضرة بشكل إيجابي في هذه الأزمات لتكون معول بناء إذا صح التعبير، وأداة بناء وليس معول هدم في هذا الظرف الدولي المعقد. نعم، تقوم دولة قطر بدورها في التضامن العربي على أكمل وجه، وخاصة إذا أخذنا على سبيل المثال القضية الفلسطينية، دور دولة قطر وأيضا رأيها الثابت منذ بداية هذه القضية. وأيضا خلنا نتكلم شوي عن مواقف قطر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. طبعا نحن رأينا كيف أن قطر أبقت على التزامها الدائم بحل القضية الفلسطينية بالسبل السلمية، ومن خلال توفير حل عادل للشعب الفلسطيني وتحقيق المطالب العادلة لهذا الشعب وللأمة العربية، الأمتين العربية والإسلامية، فيما يتعلق ببنود القضية الفلسطينية المختلفة. ورأينا كيف أن هذا الموقف حقيقة تم التأكيد عليه من على منصة الأمم المتحدة، وهذه أنا أعتقد كانت مسألة مهمة، أنه عند خطاب سمو الأمير الذي كان في شهر سبتمبر الماضي في جمعية العامة للأمم المتحدة، لم تتراجع قطر عن هذه المواقف تماشيا مع الموجات السياسية التي تمر بها المنطقة، بل أكدت على موقفها الثابت من حماية الحق الفلسطيني، الثابت في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، والثابت في التأكيد على ضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. نعم دكتور ماجد، قطر قدمت العديد من المساعدات الإغاثية والإنسانية وأكثر من 100 دولة حول العالم بقيمة 50 مليار دولار، يشرف عليها طبعا بنك قطر للتنمية. لو تحدث عن الرسالة التي تقدمها قطر لإيصالها للعالم من خلال هذه المساعدات الإنسانية، نفس ما شفنا تم توجيه بإنشاء مستشفيات خلال الانفجار اللي صار في لبنان، وأيضا مساعدة بناء مستشفيات في إيطاليا في لبنان، أيضا مساعدة الزلزال اللي صار في تركيا في أزمير. قطر حاضرة في هذه المحافل الإنسانية بشكل كبير. نعم، وأنا أعتقد أن صندوق قطر للتنمية قام بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية في تنظيم جهود قطر الخيرية في الخارج والإنسانية. نعم. يعني قطر كانت دائما هي ذات مساهمة عالية في إطار المساعدات الإنسانية دوليا، ولكن هذه المساعدات حقيقة كانت متنوعة وكانت يعني منتشرة بشكل كبير حول العالم. ساهم صندوق قطر للتنمية بوجوده وبرؤية الاستراتيجية التي تحققت من خلاله إلى توجيه هذه الجهود إلى الأكثر احتياجا ولأن يكون لها أثر مستدام. رأينا هذا مثلا في حقل التعليم تحديدا، قطر اليوم هي من أكبر الداعمين لمبادرات التعليم الدولية. نعم. مبادرات مثل علم طفلا وغيرها نجحت في أن ترفع مستوى
أو عفوا تخفض مستوى الأمية في مجتمعات كاملة. اليوم هناك أرقام، هناك نسب مئوية انخفضت بشكل كبير جدا بفضل هذه المساعدات القطرية، بالإضافة إلى المساعدات العاجلة. وقطر حقيقة برعت في السنوات الأخيرة بأن يكون لها دور حاضر في كل الأزمات الإقليمية الإنسانية، بأن تكون حاضرة على الأرض ليس فقط من الناحية المادية والعطاءات والسخية التي قامت بها دولة قطر، ولكن أيضا من خلال تواجد فرق الإنقاذ على الأرض من الكوادر القطرية التي أصبحت مدربة في هذا المجال. نعم دكتور، لو نتكلم قليلا عن دولة قطر بشكل عام، دولة قطر دائما ما تكون حريصة على وجودها في وتقديم المساعدات في العديد من الدول، سواء كانت من الدول القريبة المعروفة أو حتى من الدول اللي قد يكون البعض لأول مرة يسمع فيها، مثل ما شفنا في بعض الفترات اللي طافت في دول من كوبا من طهد المسلمين وغيره من الأمور هذه. دولة قطر دائما ما تكون حاضرة موجودة، برأيك ما أهمية هذا الوجود لدولة قطر؟ وطبعا يعني بما حباه الله عز وجل هذه الدولة من الازدهار ومن الرفاهية، لابد وفي إطار شعار اليوم الوطني لهذا العام، في إطار حمد الله عز وجل على هذه النعم، لا شك أنه هناك مسؤولية تقع على قطر. وهنا فقط نؤكد على نقطة، أن ما تقوم به قطر في السياق الدولي ليس منة على أحد، هو واجب ومسؤولية دولة قطر في المجتمع الدولي التي تقوم به دولة قطر، تقوم بهذا الدور على أكمل وجه وتسعى إلى أن تكون من أكبر المساهمين في السياق الدولي حتى تحقق هذا الدور الإيجابي للدولة، وحتى يستفيد العالم أجمع من الموارد التي حب الله عز وجل بها قطر. نعم دكتور ماجد، قطر لها دور كبير في تطوير ومساعدة الأمم المتحدة في داخل أروقة الأمم المتحدة نفسها، وكانت داعم كبير من التعليم، من الصحة، من أشياء كثيرة. فنفس ما تطرقت قبل قليل أن قطر علم طفلا، وصلت هذه المبادرة إلى أكثر من 10 مليون طفل، وأيضا هناك شركات وشركة شبه خاصة أو خلنا نتكلم فيها تدعم دولة قطر، هي توفر للمجتهدين اللي يشتغلون، توفر لهم المكينة على سبيل المثال اللي يشتغل فيها إذا هو حرفي، أو توفر له المصنع اللي هو يحتاجه علشان يقدم. ما هذا الدور اللي تقدمه قطر لإثبات نفسها خلال المجتمعات العالمية والدولية من هذه المبادرات؟ احنا رأينا حقيقة أن المبادرات القطرية تجاوزت المستوى التقليدي من الإغاثة المباشرة والمساعدات المباشرة التي يعني تعودنا عليها في المنطقة بشكل عام، إلى هذه الإغاثة المستدامة أو الإعانة المستدامة إذا صح التعبير. مبادرة مثل صلتك مثلا التي تعمل على جبر الكسر بين الطالبي أو العاطلين عن العمل وفرص العمل، تجارب مثل علم طفلا، المؤسسات الخيرية الأهلية القطرية مثل جمعية قطر الخيرية ومبادراتها الدولية، كل هذه المبادرات حقيقة جاءت في إطار واحد، وهو إطار بناء الصورة الإيجابية لقطر في الخارج والقيام بالمسؤولية الدولية التي تقع على قطر في هذا المجال. نعم هذا الشق الأول. الشق الثاني من السؤال، الشق الأول حضور كبير لقطر، ولاحظنا تطوير في بعض في أروقة الأمم المتحدة. احنا طبعا الجهود القطريه في الامم المتحده تنوعت بشكل كبير خلال السنوات الماضيه. الان قطر ستستضيف عدد من وكالات ومؤسسات الامم التابعه للامم المتحده من خلال بيت الامم المتحده الذي سيفتتح قريبا. دشنت قبل اسابيع قليله قطر مع المكتب مكافحه الارهاب في الامم المتحده، تم تدشين مركز مكافحه الارهاب، مركز رؤى السلوكيه في مكافحه الارهاب. نعم. الذي ستكون قطر هي مركزة، بالإضافة إلى مبادرة مجلس الشورى لمركز مكافحة الإرهاب، كذلك البرلمانيين. كل هذه المبادرات حقيقة تصب في إطار هذا الدور القطري البارز في الأمم المتحدة. وأنا أعتقد أن حرص قطر على المنظمة الأممية في ظل هذا التفكك الدولي وفي ظل التباعد ليس الاجتماعي ولكن التباعد السياسي بين مكونات المجتمع الدولي المختلفة، هو يأتي في إطار المحافظة على الشرعة الدولية والمحافظة على بنية المجتمع الدولي الأساسية. رأينا أن قطر تجاوزت حتى دورها مع الوكالات المحدودة إلى أن يكون لها دور في إصلاح منظومة الأمم المتحدة بشكل عام من خلال الإعلان الذي تم قبل اجتماعات الجمعية العامة وفي إطار الاحتفال. نعم. بسبعينية الأمم المتحدة. نعم اللهم لك الحمد. مثل ما ذكرت في كلامك، قطر أثبتت قوتها في بين الدول الضخمة أمانة، من ناحية رأيها العربي الثابت الإنساني في ناحية القضية الفلسطينية مثل ما ذكرت في خطبة سمو الأمير، بالإضافة إلى ذلك أيضا دورها اللهم لك الحمد في تطوير العديد من الأمور حتى وإن كانت داخل المنظمة. دكتور ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، شكرا لك ولتواجدك معنا، أثريت حلقتنا، الله يبيض وجهك. شاكر لكم على هذه الاستضافة الكريمة.
وكل عام وانتم بخير. شكرا لك. شكرا لك دكتور ماجد. شكرا لك اعزائي المشاهدين. ايضا نود ان نتوجه بالشكر الى الجهات المتعاونه في استوديو اليوم الوطني وهي عنوان للتمور وش للحلويات، كما نشكر فلاورد على تنسيق وتقديم الورد. والان نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل وياكم حلقتنا اليوم.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام. اعترافا بالجهود الاستثنائيه التي بذلتها مؤسسه حمد الطبيه في الاستجابه للجائحه في 5 فئات رئيسيه، حصلت مؤسسه حمد الطبيه على جائزه النخبه المرموقه والممنوحه من قبل اتحاد المستشفيات العربيه ضمن مبادرتها الذهبيه التي اطلقتها تقدير الجهود التي بذلتها مؤسسات الرعايه الصحيه في المنطقه اثناء جائحه كورونا كوفيد 19. نعم اخوي احمد، واليوم يسرنا ان يكون معنا في الاستوديو الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد الطبي. اعزائي المشاهدين، دكتور، يوم وطني، يوم واحتفالات، كلمة توجهها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أهني سمو الأمير الشيخ تميم محمد آل ثاني والشعب القطري والمقيمين على أرض قطر. أنا أعتقد أن اليوم الوطني يوم مهم، مش فقط للفرحة بأن هذا هو اليوم اللي يظهر مظاهر الولاء والعزة للوطن، بس بالنسبة لي هو يوم مراجعة لإيش أنا قدمت للوطن خلال السنة الماضية وإيش ناوي أقدم في السنة القادمة، أيضا مراجعة لكل الخطوات اللي سويتها. هل أنا سويت الواجب علي ولا لا؟ هل أنا أحتاج أعمل شيء زيادة ولا لا؟ لأن كل واحد يعرف قدراته الشخصية ويدري هل هو سوى شيء ولا بدون تقييم خارجي. لذلك هو يوم توقف وتفكير، والتفكير في المستقبل، وأن هل نقدر نسوي شيء أحسن لوطننا ولا لا. نعم، أنا اسمح لي أرحب فيك مرة ثانية دكتور يوسف أمانة، لأن أنا شخصية من الناس اللي أستمتع أمانة بالوجود معك، وأنت تعتبر صديق مقرب واحد عائلة قناة الريان الفضائية، وإحنا يعني دائما ما تكون موجود عندنا في الاستديو وتنورنا أمانة، ودائما مالك طابع مختلف في الحلقة، وإن كان الموضوع مختلف فدائما ابتسامتك الجميلة هذه الله لا يحرمنا منها يا رب العالمين تثري الحلقة أمانة وتسعدنا صراحة. فاسمح لي أحييك مرة ثانية وحياك الله معنا يا دكتور. ونبي نتكلم شوي عن هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم إنجازات، فرصة مثل ما ذكرت أن الواحد يسترجع إيش اللي حصل، إيش اللي صار، أنا سويت، أنا إيش قدمت، وفرصة أيضا لاستذكار الإنجازات. أنتم الجيش الطبي كما يطلق، الجيش الأبيض كما يطلق عليك، لو نتكلم شوي عن آخر الإنجازات اللي حصلت عندك. جزاك الله خير، أشكرك على الترحيب صراحة. أنا أعتقد أن المؤسسة للإنجازات اليومية متكررة وتقديم خدمات رعاية آمنة وحانية لكل المرضى، هذه تصير كل يوم سواء في وقت الأزمات أو حتى قبل أو بعد الأزمات، حتى في خلال الأزمة كان هذا الكلام يتكرر، بس في أشياء يجب النظر إليها والتوقف عندها. منها أن عندنا في عدة مراكز علمية جراحية وباطنية في المؤسسة تقوم بعمليات غير طبيعية فوق العادة. في عندنا في مركز العلوم العصبية، طبعا هم عندهم باطنة وجراحة، مؤخرا خلال السنة هذه قاموا بإجراء عملية في المخ لمريضة وهي في وضع الإفاقة، يعني بدون تخدير عام، كانت هي صاحية خلال وقت العملية وكان يتكلمون معها، لأن في بعض العمليات تحتاج تواصل بين المريض والجراح خلال وقت العملية، وكانت هذه مريضة عمرها 55 سنة عندها ورم في المخ. فهذه الطريقة ممكن الإنسان يعرف أو الجراح يعرف هل هو وصل للحد المطلوب للإزالة ولا لا بالتعاون مع المريض. أيضا فريق الأعصاب أيضا قام بعملية مشتركة لطفل عمره أسبوعين مع صدر الطب لمعالجة مرض نادر في المخ، وهذا تم في قسم الأشعة من خلال الطب التداخلي، بحيث أنه يدخلون قسطرات إلى داخل جسم المريض وإجراء عمليات من الداخل لشفاء المريض، والحمد لله الثنتين العمليات تكللوا بالنجاح. أيضا إذا انتقلنا إلى إيش صار في مدينة حمد بن خليفة الطبية، في مستشفى علاج الأورام والأبحاث تم تكبير وحدة العناية اليومية أو الإقامة اليومية، لأن معظم المرضى هناك يحتاجون إلى تكرار العلاج الكيماوي يومياً، الله يشفيهم جميعاً، اللهم آمين. لذلك كانوا يحتاجون إلى مكان يحضرون ليأخذون الجرعة ويروحون البيت مرة ثانية. كان فيها 16 سرير، الآن صار العدد فوق 50 سرير، فهذا معناه أنه ما لازم المرضى يجون متأخرين، ممكن خلال النهار إحنا نستوعبهم كلهم. أيضا في نفس المستشفى تم زيادة عدد الأسرة بعدد 10 أسرة، وافتتحوا 3 عيادات جديدة لعلاج
الأورام وآلام الأورام وأيضا المترتبات النفسية على الإصابة بالأمراض. أيضا في مدينة حمد بن خليفة الطبية مستشفى المركز الأمراض الانتقالية مهمته أن يعالج الأمراض المعدية، وبعد ما يأخذ المريض المضاد الحيوي لعدة أيام ينتفي العدوى، لكن المريض لازم يستمر على العلاج لعدة أيام إضافية. في السابق كانوا هذا ينامون في المستشفى مع أن حاجته لنصف ساعة من العلاج، فهذول صرنا نطلعهم الآن ويرجعون مرة أو مرتين في اليوم على حسب العلاج، يأخذون العلاج لمدة نص ساعة وساعة بعدين يروح البيت. أيضا قسم طب العيون قاموا بإدخال الليزك اللي ما كان موجود عندنا سابقا، الآن صار فيه إمكانية عمل الليزك لتصحيح النظر. أيضا قسم الزراعة قسم الكلى عفوا عندهم شبكوا عمليتين مع بعض لأول مرة تصير عالميا، عندهم جهاز الثاليوم ليزر لتكسير الحصى والروبوت الجراحي. بسبب كوفيد كانوا ما يبغون الفريق الطبي يكون جنب المريض، فشبكوا العمليتين مع بعض، سووا للمريض تكسير الحصى عن طريق الليزر عن طريق الروبوت الجراحي، فكانوا مبعيدين عن المريض بحيث أن يتعاملون مع الروبوت والروبوت يسوي العملية داخل بطن المريض. أيضا في إنجازات في مستشفى الوكرة، 3 إنجازات صارت خلال هذه السنة، منها بسبب كوفيد كان مرضى السيولة يحتاجون متابعة عندهم أمراض مزمنة، فكانت طريقة المستشفى في عدم إدخالهم للمستشفى أن سووا لهم محطة خارج المستشفى بحيث أن مريض السيولة يروح للمحطة يأخذون من عينة الدم تقاس نسبة الدواء، إذا كان مناسب يأخذ أدويته نفس الجرعات، إذا كان غير مناسب يغيرون للجرعة وهو في السيارة. أيضا هم أضافوا خدمة جديدة بالنسبة لمكافحة التدخين، صار مركز عيادة التدخين الآن عندهم، وهذا يعالج كمية كبيرة من الناس اللي يرغبون في التخلص من التدخين مع إعطائهم أدوية وفحص أيضا وظائف الرئة، وكل هذا طبعا بالنسبة لمكافحة التدخين يكون مجاني. أيضا أدخلوا علم الأمراض، علم الآلام، عادة الجراح يكتب الدواء بنفسه للمريض بعد العملية، بس الآن في المراكز المتطورة في ناس متخصصين في علم الألم، لذلك الآن طوروا هذا الموضوع وصار في فريق مختص بالألم، أي مريض بعد العملية يحتاج إلى مكافحة أو علاج الآلام هذا الفريق هو اللي يقوم بهذا المرض. نعم دكتور يوسف، يأتي اليوم الوطني في ظروف استثنائية وهي جائحة كوفيد-19 فيروس كورونا، لو نتكلم عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتموها لضمان سلامة الجميع وتم تغليص عدد المشاركين والجمهور في الكورنيش وأيضا وجودكم البارد في نهائي كأس سمو الأمير اللي إن شاء الله بيكون بكرة الساعة 7. نعم أنا صراحة أبغى أشيد بالتزام جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بالإجراءات اللي كانت تطلبها وزارة الصحة. أيضا في المسير الوطني تم الاتفاق على إجراءات معينة حتى نحد من انتشار أو نمنع انتشار المرض. فهي التزامات هي 3 أشياء متكررة دائما احنا نكررها من بداية السنة. الأول شيء التباعد الاجتماعي، فالتزموا المنظمين بأن لازم يكون على الأقل 2 متر بين الناس في الكراسي في الجلوس وأيضا في خلال المسير بحيث أنه يمنع انتشار المرض. الشيء الثاني ارتداء الكمامات، أيضا وفقوا على هذا أن يكون في ارتداء كمامات بالنسبة للمتفرجين والمشاركين، وأيضا غسيل توفير أماكن لغسيل اليد والتعقيم، وهذا طبعا الالتزام بيساعدنا إحنا كثيرا في تقليل العدوى ومكافحة هذا الوضع. نعم الله يعطيكم العافية دكتور. دكتور احنا مستمرين معك، ولكن مشاهدين الكرام قبل لا نستكمل حوارنا مع الدكتور يوسف نتوقف مع تقرير عن أبطال الصف الأول من القطاع الصحي الذين واجهوا جائحة كوفيد-19. وباء فتك بأسلوب حياتنا بالسرعة نفسها التي يمكن أن يفتك بها بأجسادنا. في أيام قليلة فرض على العالم عادات جديدة، فأغلقت مدن العالم أبوابها واستقر كل منا في منفاه الطوعي. إلزام بالبقاء في المنزل، مساجد دون مصلين، وشوارع وأسواق لا يطأها أحد.
الموظف الذي يقوم بأعمال مكتبية أصبح المنزل الآن مكتبه الجديد. مقاعد الدراسة هجرها الطلاب، وبات التعليم الإلكتروني من المنزل هو السبيل الوحيد. في هذا الوقت العيون الساهرة على صحة وأمن الوطن كانت في الصف الأول على جبهة مقاومة العدو المستجد. أطباء، ممرضون، مسعفون، متطوعون، رجال أمن، جميعهم استنفروا منذ الأيام الأولى للجائحة، معرضين حياتهم للخطر في سبيل التصدي لانتشار الوباء. ففي إطار استراتيجية قطر الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، وقفت كوادر القطاع الصحي في كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الصف الأمامي استجابة لهذه الجائحة. وقد عملت فرق القطاع الصحي على مدار الساعة وتحت ضغوط عمل مضنية لضمان توفير أفضل مستوى ممكن من خدمات الرعاية الصحية للمرضى. ولم تقتصر هذه الخدمات على مرضى كورونا، إنما شملت آلاف المرضى غيرهم الذين ما زالوا يعتمدون على خدمات الرعاية الأساسية. وتجاوزت أعداد الفحوصات اليومية التي تجريها وزارة الصحة العامة بشأن فيروس كورونا 1,000,000 فحص منذ ظهور الجائحة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تسطيح منحنى الإصابات واكتشافها وعلاجها مبكرا، ومن ثم السيطرة على تطورات الفيروس. كما استحدث مركز التبرع ببلازما المتعافين من كورونا الذي أسهم بشكل كبير في نجاح علاج المصابين. ولأن مكافحة الوباء مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على القطاع الصحي، سارعت وزارة الداخلية إلى المبادرة وسخرت كل طاقاتها لمواجهة انتشار الفيروس وحماية المجتمع من الإصابة به، وذلك من خلال متابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بالحماية ومنع انتشار المرض والمشاركة في حملات التوعية لأفراد المجتمع. وبذلت بعض إدارات الوزارة جهودا جبارة، وكان دورها محوريا في حماية صحة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض. كما حرصت قوات الإخوية على زيادة أعداد الدوريات العاملة في الميدان وتغطية مختلف مناطق الدولة لمراقبة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بعدم التجمع في الأماكن العامة وفي المجالس، وبإغلاق المحال التي شملها قرار الإغلاق. المسؤولية لا تقتصر على الجهات الحكومية فحسب، ففي زمن الكوارث الكل مسؤول. وفي الفترة الماضية بلغت دولة قطر مستويات غير مسبوقة من التنسيق وتكاتف الجهود في مواجهة أزمة جائحة كورونا كوفيد-19، حيث تلاقت أيادي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الهلال الأحمر القطري. ليرسم الجميع صورة مشرفة من التعاون والتفاني في خدمة الوطن العزيز والعمل على حماية كل من يعيش على أرضه من مخاطر الوباء، دون أن ننسى الدعم الذي يقدمه المتطوعون في الفنادق ومراكز الحجر الصحي والعمل المجتمعي لخدمة الفئات المحتاجة وتوزيع السلات الغذائية على المتضررين من الإغلاق والانتشار في الجمعيات الاستهلاكية
والأسواق المختلفة لتنظيم المتسوقين وضمان تطبيق التباعد الاجتماعي. في هذه الفترة ازدادت المبادرات المجتمعية وسارع الآلاف من المتطوعين لمساندة المجتمع المدني والاستجابة السريعة لأي عمل في أي وقت والاستفادة من كل الجهود التطوعية. المتابع لمسار مواجهة فيروس كورونا في الدولة سيلاحظ أن المعركة التي تخوضها قطر ضد وباء كورونا بدأت تؤتي ثمارها في السيطرة على انتشار الوباء ومحاصرته، وذلك بفضل التكاتف بين الحكومة والشعب من جهة، ويقظة الأجهزة التنفيذية التي تعزز يوما بعد يوم إجراءاتها الاحترازية لمواجهة هذا الوباء من جهة أخرى. فتحية للعيون التي لا تنام، تحية للجنود المجهولين المقاتلين من وراء الكواليس الذين حملوا فوق أكتافهم هم أمننا وأماننا وسلامتنا. ناس ما شفنا أعزائي المشاهدين، هذا تقرير عن الجيش الأبيض واللي قدم الكثير والكثير في ظل جائحة كورونا. نرجع الحديث مع الدكتور يوسف المسلماني، الكوادر الطبية في مقدمة الصفوف لمواجهة فيروس كورونا. كلمة توجهها لهم في البداية. طبعا هنيهم باليوم الوطني، وأقول احنا أبدا لا ننسى الجهود والوقت وعدم النوم والجهد الكبير جدا والمخاطرة بالأرواح في سبيل علاج المرضى. كانت شفتاتهم 12 ساعة كل يوم، 3-4 أيام في الأسبوع، متعب جدا. الدخول إلى المستشفى هو خطر، لأنه صار في مستشفيات فقط لكورونا، فصار في بذل جهد كبير جدا، وأنا صراحة أحييهم على هذا. وهذا يشمل مش بس الأطباء والتمريض اللي كانوا مع المرضى مباشرة، أيضا في فرق طبية مساعدة مثل العلاج الطبيعي، التنظيفات، التغذية، المختبر، كل هذا أيضا ساهموا في هذا المريض. وأبغى أعتذر لهم بأني أنا ما كنت في الصف الأول، مع أني أنا أمثلهم، بس أنا كنت وراء الكواليس وأتابعهم وأحرص على صحتهم، على أنهم أيضا هم يأخذون خدمة طبية متميزة. كلكم تكملون بعض يا دكتور، وكل من في سياق شغلة الله يبيض وجيهكم جميع. وإحنا أمانة إحنا نشكر جميع من ساهم، سواء كان من الطاقم الطبي، من الداخلية، من الجيش، من جميع المواطنين، حتى المتطوعين، إن فعلا ساهموا يد بيد وثبتونهم جديرين أمانة بما عطاهم هذا الوطن، جديرين برد الجميل لهذا الوطن. الله يبيض وجيههم، الله يكفينا الشر، الله يشفي مرضانا جميع رب العالمين. دكتور، نتكلم عن الفترة الماضية، نالت مؤسسة حمد العديد من الشهادات الدولية، لو نتكلم شوي عن الاعتمادات الدولية اللي أخذتها. نعم، احنا خلال الجائحة كان فيه توجه حتى من قبل إلى إنشاء شهادة الاختصاص الطبية القطرية، البورد القطري، وكان في نقاش خلال السنوات الماضية، والحمد لله سنحت الفرصة خلال هذه الجائحة لتواجد عدد كبير جدا من المختصين والخبراء في التدريب الطبي من القطريين وغير القطريين الموجودين في قطر، العاملين في قطر، وتم الاتفاق على تفاصيل البورد العربي، ووافقت وزارة الصحة على إنشاء هذا البورد. فصار الآن عندنا برنامج تدريبي قطري لإخراج متدربين متخصصين، بعد ما صار عندنا جامعة تطلع أطباء عامين، الآن صار في تخصص أيضا. فلذلك هذا يكمل الدائرة، بحيث أن الآن يطلع عندك خريج من قطر، من جامعة قطر، من مستشفيات قطر، يكون استشاري يخدم الوطن ويخدم الناس. أيضا تذكرت عن جائزة النخبة اللي حصلنا عليها من اتحاد المستشفيات العربية، وهذا بسبب ردة الفعل القوية جدا من النظام الصحي وكيفية معالجة الناس المخالطين والمصابين واللي احتاجوا عناية مركزة. وكانت والحمد لله مثل ما قلت أنت أن نجاح باهر جدا وصلنا له بسبب تعاون وتضافر الجهود بين الوزارة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد، والمفروض أني ما أنسى أيضا جمعية الهلال الأحمر القطري اللي ساعدونا في هذا المجال.
أيضا المركز الوطني لعلاج السكري حصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، وهذه اللجنة تعطي اعتمادات لكل الخدمات الطبية عادة، وإحنا عندنا كل مستشفيات مؤسسة عندها اعتماد، لكن عندها أيضا اعتماد للتخصص الدقيق. فأيضا مركز السكري حصل على هذا الاعتماد بعد ما جاءت الشركة اللجنة الوطنية المشتركة وفحصوا كل المعدات الموجودة وطريقة التعامل مع المرضى وطريقة التعامل مع المرض. ويعتبر هذا أول مركز للسكر في الشرق الأوسط يحصل على هذا الاعتماد وسادس مركز عالميا. أيضا مركز عناية للرعاية التخصصية لكبار السن الموجود في رميلة أيضا حصل على اعتماد مرموق من شركة بلاك تري، وهي طريقة التعامل مع المسنين وطريقة دخولهم إلى النظام وخروجهم من النظام، بحيث أنه يكون الطريق سهلة وميسرة له، يصل إلى الخدمة بطريقة سهلة ويطلع، وأيضا المتابعة تكون بطريقة ميسرة وسهلة. هذا أيضا بالإضافة إلى أن إحنا عندنا في المؤسسة مركز علاج الذكورة أخذ أيضا شهادة مرموقة بسبب اتباعه للتعليمات الدولية في متابعة المرضى وعلاجهم. نعم دكتور يوسف، صراحة نشكركم على الجهود الكبيرة اللي قاعدين تسوونها. لاحظنا أن الأعداد قلت، لاحظنا أن هناك عمل كبير للحد من انتشار فيروس كورونا. قطر كانت من ضمن الدول اللي منتشر فيها، إلا الآن قللته ونزلنا إلى مراكز متدنية، وهذا بفضل جهودكم صراحة. هذا نوضح للجماهير أيضا أن كل ما تنزل في الرينج العالمي أو في المقياس العالمي والمقاييس والمعايير العالمية، كل ما تنزل قطر تحت من عدد الإصابات، هذا يدل على عمل المنظومة الصحية عندنا وعمل جبار كبير من الجيش الأبيض. دكتور، تمتلك مؤسسة قطر عدد من المرافق الجديدة والأجهزة الحديثة، لو نتكلم عن هذه الأجهزة الحديثة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا دائما في مجال الطب في تطور سريع جدا، حتى اقدر اقول انا في اللي يمكن 20-30 سنة الماضية التطور شبيه بال500 اللي قبلها، لذلك هذا كان حافز لنا ان احنا دائما نحصل على الأجهزة الجديدة، نحصل على المتدربين اللي يقدرون يستخدمون هذه الأجهزة، الناس اللي كان تدريبهم على مستوى عالي، وأيضا طريقة التعامل مع المريض ودخوله السهل إلى الخدمات الطبية، وطريقة التعامل مع المريض خلال تواجده في المستشفى أو في العيادة، وأيضا طريقة التعامل. لذلك التطور هذا مستمر، دائما الحصول على أحدث الأجهزة موجود، ودائما الدولة ما تقصر أبدا في الميزانيات لتوفيرها لبناء المستشفيات اللي أهم شيء بنية تحتية، توفر الأجهزة الحديثة، وأيضا توفر الناس الفنيين القادرين على استخدام هذه الأجهزة وتقديم خدمة للمرضى. نعم دكتور أمانة، ذكرت نقطة جدا مهمة، وهي نقطة الكوادر الطبية وتطويرها بشكل مستمر، وأيضا تجهيزها لاستخدام أهم الأجهزة اللي مثل ما ذكرت في كلامك أن الدولة اللهم لك الحمد تولي اهتمام كبير في قطاع الصحة، وهذا واجب أمانة الدولة اللهم لك الحمد مقصرة في هذا الناحية، من ناحية المستشفيات العديدة، من ناحية توفير الأجهزة اللي أمانة احنا من سنوات واحنا نسمع في هالأجهزة الحديثة الجديدة اللي موجودة في قطر، الكل قاعد يمدح اللهم لك الحمد مستوى تطور الطب لدينا في قطر اللهم لك الحمد. احنا مستمرين معك دكتور، بنستلهم أكثر منك وأجوبتك الطيبة هذه، ولكن نطلع مع مشاهدين الكرام فاصل قصير وراجع لكم، خلكم معنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين لنكمل حوارنا مع الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفيات حمد الطبية. يا هلا مرحبا فيك مرة أخرى يا دكتور. لو نتكلم في مجال زراعة الأعضاء، تعتبر دولة قطر دولة متقدمة وأيضا تطور كبير في هذا الشأن، في شأن زراعة الأعضاء، لو تكلمنا عن هذا الموضوع. احنا طبعا في موضوع زراعة الأعضاء اعتقد ان احنا مركز متقدم جدا في زراعة الأعضاء، ونقدم الى الان خدمتين هي زراعة الكبد وزراعة الكلى. والشيء اللي زين في قطر يمكن مش موجود في باقي الدول، احنا نعطي القطريين والمقيمين نزرع لهم الاثنين، يعني ما نفصل بينهم. حسنت.
صار لنا بدينا بالكلية وبعد عدة سنوات بدينا ضفنا الكبد. الآن احنا ممكن نزرع البنكرياس الآن ونبحث عن مريض مناسب ان نزرع البنكرياس، فعندنا إمكانية زراعة البنكرياس. أيضا نخطط في المستقبل لزيادة الأعضاء الأخرى اللي نزرعها. كنا في البداية المتبرعين يكونون عادة من الأحياء الأقارب أو من المتوفين دماغيا. الآن عندنا الإمكانية أن مش بس المتوفين دماغيا اللي على الجهاز في العناية المركزية، أيضا ممكن ناخذ من شخص المتوفي أيضا، فعندنا التقنية اللازمة لأخذ الأعضاء أيضا من المتوفي. في شهر 11 احتفلنا بتدشين برنامج زراعة الرئة، وإن شاء الله في الربع الأول من 2021 بيبدأ هذا البرنامج، وبدينا الخطط مع مستشفى القلب لإنشاء زراعة القلب أيضا، وإن شاء الله في 2021 سنستمر في الخطوات اللازمة لبداية هذا الموضوع. أيضا العدد العمليات في السنة الماضية كان 31 عملية، وهذا أكبر عدد وصلنا له من يوم ما بدينا البرنامج سنة 2000، بالإضافة إلى 7 كبد أيضا. أما في هذه السنة بسبب الجائحة معظم دول العالم وقفت عمليات الزراعة، لأن المريض يأخذ أدوية مثبطة للمناعة، فإذا صاد المرض ممكن ينضر ضرر شديد. رجعنا للعمليات في أكتوبر، ومن أكتوبر إلى اليوم والحمد لله زرعنا 7 أشخاص كلى، في من متبرعين أحياء ومتبرع واحد متوفي دماغيا. الله يبارك فيك دكتور. احنا خلنا نتكلم وناخذ منك نصيحة. في العديد من الناس اللي عندهم من أقاربهم متوفي دماغيا له العديد من السنوات، وفي ناس من مثل ما ذكرت الآن تقنية اللي حتى لا سمح الله لك ينشر المتوفي توه الآن ممكن يتبرع في أعضاء. من ناحية النقطة هذه كيف تشوف وعي؟ هو طبعا الوضع يكون حرج جدا وصعب جدا في وقت الوفاة. احنا طبعا نقدر ونحس بإحساسهم حالة وفاة قريبهم، وتكون العائلة موجودة، يمكن يكون أيضا ابنهم يكون صغير مش بس واحد كبير، فإحنا نحس طبعا معاهم بأن هذا الوضع حرج جدا، والوقت يمكن يكون غير مناسب لهم أن إحنا نطلب منهم هذا الشيء. بس في النهاية المريض هذا جزء من المجتمع، وأنت تشوفه كل يوم، يمكن يداوم يمكن ما يداوم، يمكن يروح الغسيل 3 مرات إذا كان كلى، إذا عنده فشل ثاني كل يوم والثاني في الطوارئ. فهذا المجتمع فيه ناس مريضين، وفي المجتمع ناس آخرين ممكن يكون عندهم القدرة أن يتبرعون بأعضاء أقاربهم لهذا المرضى. فأنت في النهاية إذا تنظر للمجتمع عامة والمسؤولية المجتمعية وكيف أنا أقدم شيء هذا للمجتمع إذا أنا أقدر عليه، لأن في يوم من الأيام ربما أنا أكون في هذا المكان أو يكون حد قريبي في هذا المكان. لذلك لازم احنا نفكر بصورة أوسع من أن الوضع الآن هو وضع محرج وأنا كيف أتبرع، وهذا لازم ننظر للموضوع من نظرة أخرى، أن إحنا علينا واجب قومي ووطني وهذا المريض بيحتاج. لذلك النظرة هذه هي اللي بتخلي الناس يخرجون، أنا ما أبغى يخرجون من الحزن، الحزن معروف ولازم الإنسان يحزن، هذا جزء طبيعي من الحياة، لكن ننظر للموضوع بإيجابية، أن هذا الحزن بيجي وراه شيء جيد لناس آخرين بيستفيدون. والعلماء كلهم قالوا أن التبرع بالعضاء صدقة جارية للمتوفي، فهذا يعني شيء حزين يأتي منه شيء جيد للمتوفي. نعم أنا اسمح لي أنا الدكتور بطلع قليلا من سياق الأسئلة لأن الموضوع هذا جدا مهم. أخواني ما حد يعرف كمية الألم اللي ممكن يحصله الشخص صاحب مرض سواء غسيل كلى أو غيره، ما تعرف كمية التعب سواء للشخص والمرافق اللي معه. تأخذ العملية 3 أيام في الأسبوع، تأخذ من 4 إلى 5 ساعات، خاصة إذا كان شخص كبير في السن، متعبة جدا. أما بالنسبة لموضوع أنه إذا لا سمح الله شخص متوفي عندي، أنت ما تعرف إيش الأجر اللي أكسبته لهذا الشخص المتوفي. هذه صدقة جارية له في قبره، فلذلك يعني إحنا نعرف الشعور المؤلم، ولكن بالأخير الحزن ما راح يخدم هذا الشخص. إنما أنت من داخلك بكرة راح تبدأ تصدق لو تبني له مسجد ولا بير. أنت كذا الآن بتبرعك سواء من أهل المتوفي، تبرعك بأعضاء هذا المتوفي تكون صدقة جارية له في قبره. فلذلك أمانة أنا واحد من الناس اللي موقع على تبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يعني عن طريق الحملات اللي تقومون فيها سواء في سوق واقف وغيره، أنا وقعت من الآن. فلذلك يعني الله لا يرويكم مكروه والله يشفي جميع مرضانا، ولكن أخذها من ناحية أخرى، لا تأخذها من ناحية الحزن والغضب في عزتها، أخذها من ناحية أخرى قد تخدم
حياة شخص آخر، وقد تخدم حتى الشخص المتوفي، والله يحسبها أجر بإذن الله تعالى وصدقة جارية له. فنسأل الله السلامة للجميع، والله لا يريكم مكروه إن شاء الله. نعم أخوي أحمد، أيضا نتكلم في هذا الجانب الإنساني، يعني أتكلم عن صلة قريبة لي اللي هو أخوي، هناك نوعين من غسيل الكلية اللي في اليد عنده وعنده عن طريق البيب اللي عند الصدر، فهذا لو تحس بالألم أو تشوفه بعد خروجه من هذا الغسيل يعني تحس إن تحس يعني بضيقة وتحس بشيء ما تتخيله أو ما تتصوره، تحس إن هذا الشخص قاعد يعاني كل يوم وثلاث مرات في الأسبوع، فأنت تحمد ربك على النعمة اللي أنت فيها والصحة والعافية اللي أنت فيها. فإن شاء الله أحمد أنا وراك إن شاء الله بإذن الله راح إن شاء الله بإذن الله أدخل هذا أشوف أي حملة من هذه الحملات وأوقع وأتبرع بأعضائي، وإن شاء الله أنها صدقة جارية عني وعن كل اللي أحبهم. دكتور يوسف، بلغة الأرقام، جائحة كورونا كم عملية قدرتوا تسوون في هذه الجائحة وأيضا خلال هذه السنة 2020؟ احنا طبعا 2020 هي تقلصت السنه الى تقريبا 3-4 اشهر من 11 سنه. ايضا الموافقات على التبرع من المتوفين دماغيا ما وقفناها، لان هذا نعتبره ثروه بالنسبه لنا. مع هذا التاثير على الناس كان كبير النفسي، حتى الموافقات كانت قليله جدا، لذلك ما حصلنا ولا موافقه خلال 9 شهور. بس الحمد لله اول ما فتحنا الموضوع كان في موافقه، والحمد لله زرعنا رئتين وكبد، عفوا كليتين وكبد. نعم. لثلاث مرضى، طفل وواحد قطري وواحدة عربية من الجنسية العربية، زرعنا لها الكبد، فكان والحمد لله يعني نهاية ممتازة وبداية جيدة للبرنامج. وزرعنا أيضا من أقارب حوالي 5 عمليات، والحمد لله عملياتهم كلها ناجحة هذه المرة. الله يبيض وجهكم، نسأل الله السلامة للجميع. دكتور في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة حاب توجهها. إذا عندي دقيقتين أنا عندي كلام أبغى أقوله صراحة. جزاك الله خير. أنا طبعاً موضوع كيف أن قطر صارت من الدول المشهود لها بمكافحة جائحة كورونا، فكنت أفكر خلال أسبوعين الماضيين يعني إيش اللي عندنا إحنا اللي خلانا ننجح في هذا المجال. فيعني في رأيي أن كان في شيء مهم اللي هو البنية التحتية. إحنا عندنا مباني، صحيح في مباني قديمة لكن في مباني جديدة أيضا، عندنا مباني مستشفيات كثيرة جدا، عدد المستشفيات بدأ يزيد في قطر، عدد الأسرة بدأ يزيد، فتوفر هذه الأسرة كان مهم جدا بأن المريض اللي يحتاج سرير دائما يجد سرير. الشيء الثاني أيضا البنية التحتية البشرية، في عندنا ناس على مستوى عالي جدا من الكفاءة والمهارة في علاج هذا النوع من الأمراض، المرض المزمن أو المرض الغير الحاد اللي يحتاج عناية مركزة. تم تحويل كثير من الأسرة للعناية المركزة، واستطاع الأطباء للمحافظة على حياة هؤلاء الناس اللي صلوا إلى العناية المركزة. الشيء الثاني أيضا أنا أعتقد كان فيه إدارة وتحكم وسيطرة قوية جدا في الدولة وفي وزارة الصحة، بحيث أن كل الإجراءات كانت تمر من خلال لجان متخصصة في الموضوع تتعامل مع كل المرضى، مع العدوى في المجتمع، مع العدوى في المستشفى، وصول الناس إلى المستشفى، وصولهم إلى المركزة وخروجهم أيضا، كان هذا مهم جدا. أيضا الشيء اللي لاحظته أنه كان في تعاون غير طبيعي بين مؤسسات الدولة. أول ما بدينا نتعامل أنا أول شيء فكرت فيه البيروقراطية، أي شيء بنقوله لهم كلموا الوزير، اكتبوا رسالة. صحيح هذا صار في أول شيء، لكن بعد ما بدينا العمل معهم صار النقاش والتعامل مع وكلاء الوزارات، مدراء الإدارات الأقسام، سهل جدا، وحتى البيروقراطية الإدارية تقريبا اختفت وصار في تعاون كبير جدا. أنا أعتقد التعاون هذا أيضا كان مهم جدا للسيطرة على هذا الوباء. نعم دكتور يوسف، شكرا لك ولحديثك الشيق. دكتور يوسف المسلمان المدير الطبي لمستشفى حمد، لقاء شيق وأثريتنا بالمعلومات الطيبة، شكرا لك. أشكركم على الاستضافة. الله يبيض وجهك دكتور، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، نطلع معاكم على الأغنية الجميلة هذه، نرجع لكم، خليكم معنا. Thank you.
باسم قسم لك نواصل بالمسير للحسام وبالقلم دون حدك والمصير يا قطر نحسم قسم لك نواصل بالمسير بالمسير للحسام وبالقلم دون حدك والمصير نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير كلمة في كل فم من صغير ومن كبير كلنا يحيى العالم قسم لك نواصل بالمسير للحسام وبالقلم دون حدك والمصير نقسم قسم لك نواصل بالمسير للحسام وبالقلم دون حدك والمصير نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير كلمة في كل فم من صغير ومن كبير كلنا يحيى العالم يا قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير بالحزام وبالقلم دون حدك والمصير نعم مشاهدي الكرام ونعود لبقية مواضيعنا في هذه الحلقة. وبداية نعتبر التعليم الركيزة الأساسية لدمج ذوي الإعاقة في الحياة بشكل طبيعي، ولهذا يسعى مركز تكنولوجيا المساعدة مدى إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة القطريين من ذوي الإعاقة من خلال حصولهم على تعليم عالي الجودة. قبل 10 سنوات من الآن ظهر مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة مدى ليعمل على توسيع المنصات الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي داعم لذوي القيود الوظيفية مثل ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، إذ قدم المركز خلال مسيرته خطة شاملة تجيب على سؤال جوهري: ماذا يمكن للتكنولوجيا أن تقدم من مساعدة؟ تأسس مركز مدى في شهر يونيو من عام 2010 كمبادرة من وزارة المواصلات والاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية والتزاما من دولة قطر باتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وربط الأشخاص من ذوي الإعاقة بعالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اليوم أصبح مركز مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم، فما الذي يعنيه ذلك؟ وما هو النفاذ الرقمي؟ النفاذ الرقمي للمواقع هو يهم كل شرائح المجتمع، لا سيما الأشخاص من ذوي الإعاقة سواء الإعاقة البصرية اللي هم ضعف البصر أو الأشخاص المكفوفين. من المهم جدا أن الموقع يكون منظم بشكل أكبر، تكون العناوين مرتبة بشكل أكثر وتفصيل أكثر، بحيث أن
لما يتم استخدام قارئات الشاشة أو البرامج الناطقة يكون هناك نص أو نصوص كافية تجعل قارئ الشاشة يتعرف على الموقع. عدا عن النفاذية الرقمية بالمواقع، تتيح جهود مركز مدى تسهيلات أكبر لكل من يحتاج الدعم من خلال تقديم أجهزة عديدة تساعد على ذلك. معنا الآن شاشة من الشاشات التفاعلية الحديثة، يمكن تستخدم الطاولات في أو الطاولة التفاعلية في المدارس، تتصمم عليها برامج تعليمية أو تستخدم في قراءة الكتب أو تستخدم في الرسم أو بعض الأنشطة اللي هي تكون خاصة بشكل تفاعلي بين الطلاب أو بين المعلمين. بنى مركز مدى خلال السنوات الماضية قاعدة متينة بفضل الشراكات الاستراتيجية، الأمر الذي ساهم في تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل وقطاع الثقافة والمجتمع ليصبح أكثر شمولاً من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كثير من المؤسسات الحكومية حابة فعلاً أنها تتعاون، تم الإشراف الكامل من فريق النفاذ الرقمي بالمركز بتقديم خدمة الاستشارة، خدمات التدقيق والمتابعة المستمرة اللي مثل ما أنتم عارفين المواقع يكون عليها تحديث باستمرار، فواجبنا كذلك أنه إحنا نتابع مع المواقع أنه حتى مع التحديثات المستقبلية للموقع يكون هذا الموقع قابل للنفاذ إلكترونيا. قد لا ينتبه الكثيرون لهذه العلامة في المواقع الإلكترونية والتي تعني حصول هذا الموقع على شهادة اعتماد من مركز مدى، حيث يتم منحها للمؤسسات بعد العمل على تطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية على منصاتها الرقمية. برنامج الابتكار هو يهدف إلى توطين وتعريب الحلول لتتناسب مع الوطن العربي، وطبعا ساهمنا في تعريب كثير من الحلول. تم إنشاء معمل مدى فاب لاب، هذا المعمل يشرف على تطوير الابتكارات من المنتج الأولي وصولا إلى المنتج النهائي. المعمل مجهز بكثير من الأجهزة منها الطابعات ثلاثية الأبعاد والمسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد، الآلات الليزرية المختلفة، كذلك البرمجيات المختلفة اللي تساهم بشكل كبير وتشجع المبتكرين على إنشاء حلولهم الرقمية. كذلك رموز تواصل صممت للأشخاص اللي عندنا صعوبات في التواصل أو في الكلام. مثلاً عندنا جدول اليوم، إذا الطالب مثلاً حابب يلعب كرة قدم كأنشطة موجودة في المدرسة، تحقيق دولة قطر المركز الأول في مؤشر دير إندكس اللي هو لقياس مدى نفاذ المواقع الإلكترونية في دولة قطر رقمياً، كان هذا إنجاز مهم جداً نهديه إحنا في مركز مدى إلى دولة قطر. ويعني هذا إحنا الإنجاز حققناه تتويجاً لجهود دولة قطر في الالتزام ووزارة المواصلات والاتصالات في مبادراتها اللي تحرص بشكل عام على الشمولية الرقمية. في جعبة مركز مدى العديد من الدورات والاستشارات للأفراد والمؤسسات والتي يعمل عليها العاملون في المركز باستخدام الحلول المتكاملة للتكنولوجيا المساعدة، ذلك أن التكنولوجيا مثلها مثل التعليم حق مشاع للجميع. كرست وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني والتدريب والتأهيل في هذا المجال وتنمية كوادرها وفق استراتيجية واضحة تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. نعم، المزيد عن إنجازات الوزارة، يسعدنا أن يكون معنا السيد خالد محمد إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل. مرحبا وسهلا بك معنا سيدي متواجد. مرحبا، حياك الله. الله يحييك سيد خالد. لو نتكلم نحمدك يا ذا العرش، إيش يعني لك هذا الشعار؟ نعم، في البداية أنا صراحة أنا يسعدني تواجدي بينكم في هذه المناسبة العزيزة علينا وعلى جميع المواطنين القطريين، وهي نحمدك يا ذا العرش هي حمد وشكر وثناء على الله عز وجل في كل المناسبات، سواء المناسبات الجيدة أو المناسبات الغير الجيدة، والحمد والشكر لله دائما والثناء على الله عز وجل في كل المناسبات. اللهم لك الحمد. بالبداية طبعا خلينا نتكلم الآن سؤال شوي دسم.
عن تدشين وزارة عن تدشين الوزارة حزمة مشاريع جديدة تواكب أهداف رؤية قطر 2030، لو تطلعنا على أبرز هذه المشاريع الجديدة. أنا قبل المشاريع إذا تسمح لي أنا أتقدم باسم وزارة العدل وعلى رأسها سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير العدل وكافة منتسبي الوزارة بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسعادة وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وسعادة نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني للدولة، عادها الله علينا بالخير والأمن والبركات بإذن الله. أما فيما يخص سؤالك، صراحة احنا في وزارة العدل نعكف ككافة موظفين الوزارة وفق توجيهات سعادة الوزير نعمل فيها على هدفين رئيسيين. نعم. الهدف الأول هو تطبيق التوجيهات من القيادة من الحكومة، قيادة الحكومة الرشيدة عندنا في الدولة، وهي التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوصيلها والارتقاء بالخدمات إلى المواطنين والمقيمين في الدولة، وذلك كان جلي وواضح في توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، حيث وجه معاليه بتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات والبعد فيها عن البيروقراطية ورفع الخدمات من خلال المواقع الإلكترونية وعملها الإلكترونية متكاملة. الهدف الرئيسي الآخر اللي ذكرته هو تحقيق ومواكبة خطة حكومة قطر الرقمية ورؤية قطر 2030. من أهم هذه المشاريع اللي اشتغلت فيها الوزارة مسبقا وقاعدة تطور فيها هي مشروع نظام صك. ونظام صك يعني هو معروف للجميع، يعني اللي يتعاملون فيها في خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، عمليات التسجيل والتوثيق العقاري، لكن اللي كثير ما من المراجعين أو حتى المستخدمين للأنظمة هذه ما يعرفوا أن هالأنظمة مترابطة إلكترونيا مع مختلف الوزارات والأجهزة في الدولة. فأضرب على سبيل المثال، عندنا وزارة، احنا مترابطين في النظام مع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة ومع وزارة الطاقة والصناعة والتجارة والصناعة عفوا ومع المجلس الأعلى للقضاء. هذا الربط وكذلك مع مؤسسة كهرباء، هذا الربط يساعد في وصول المعلومة بشكل أسرع، وما في داعي في هالحالة في إذا كانت عندك معاملة أو إجراء أنك تطلب من المراجع أنه يجيب معه مستندات تثبت أنه هو لا مستندات معينة. فهذا الترابط الإلكتروني كذلك يفيد الجهات الأخرى في عمليات جلب البيانات أو أداء الخدمات، فهذه ساعدنا صراحة كثير أن إحنا نأدي الخدمة يتم التقديم عليها إلكترونيا من خلال النظام، ويتم إنهاء المعاملة من خلال مراكز الخدمة، صحيح لأن تتطلب تحقق من الهوية، يعني ما أقدر أبيع يعني عقار ولا أشتري ولا وكالة بدون أنا متحقق من هوية الشخص. فتم هذه المعاملة في أقل من 30 دقيقة، وهذه صراحة من ضمن الأشياء اللي ساعدتنا إحنا أن إحنا نحصل على المؤشر الرقم واحد على مستوى العالم في مؤشر إجراءات تسجيل الملكية العقارية وفقا لبيانات البنك الدولي اللي صدر في 2020. فمن أهم الأنظمة حاليا نظام صك، وفعلا احنا قاعدين نعمل على تطوير خدمة راح نطلقها قريبا في نظام صك ان تتم هذه المعاملة بشكل إلكتروني متكامل، نحقق فيها التحقق من الهوية من خلال تقنية الاتصال المرئي حق المتعاملين حتى في معاملات البيع والشراء، نحقق فيها موضوع توصيل المعاملات الإلكترونية إذا كانت مش محتاجة وثيقة رسمية، إذا كانت محتاجة وثيقة رسمية نقدر نوصلها عن طريق البريد للمتعامل دون الرجوع إلى مراكز الخدمة. هذا فيما يخص نظام صك بشكل متكامل. دشنا الفترة الأخيرة سيارة أبشر. سيارة أبشر هي فعليا هي مكتب متنقل موجود في كل التجهيزات صراحة هذه الفترة الأخيرة خدمت بشكل كبير. نعم صحيح، وانتم غطيتوا صراحة السيارة خلال تغطياتكم المتميزة صراحة. فسيارة أبشر هذه تقدم الخدمات نفسها اللي تقدم فيها صك متكاملة، يعني شو القصد أنها هي فقط يجي يتحقق ويطلع، وتستلم فيها سند الملكية وتستلم فيها الوكالة من السيارة، لأن السيارة مزودة بجهاز وطابعة وسكانر وحتى طاقة الدفع كاملة وفي مقر إقامتك على المكان اللي تطلبه. وهي صراحة يعني كانت فكرتها لكبار السن لذوي الإعاقة، حتى هي فيها لفت أب حق اللي ما يقدرون يعني يطلعون فيها. كذلك الفترة الماضية دشنا نظام قضايا الدولة. طبعا هاي نظام قضايا الدولة يخدم جهات حكومية ومؤسسات وليس المخصص للأفراد. يخدم فيها الجهات الحكومية في القضايا التي تطرح من الجهات أو عليها، إذا حد عنده شكوى على جهة معينة على وزارة أو جهة حكومية معينة
تكون هذه القضايا تصل إلى إدارة قضايا الدولة اللي عندنا في الوزارة. فدشنا هذه الصفحة أن تكون متاحة حق الجهات أن تطلع على هذه القضايا دون إحنا ما نرسل لها يعني كتاب ولا أوراق، تطلع عليها إلكترونية من خلال هذه البوابة وترد علينا فيها. كذلك الفترة الأخيرة دشنا بوابة إدارة الوساطة العقارية. الوساطة العقارية اللي صدر فيها القرارات التنفيذية مؤخرا بإصدار التراخيص العقارية لأصحاب المكاتب الوساطة، هذه الصفحة سجلنا فيها أولا قاعدة البيانات، وهو أهم شيء في البداية أن تكون عندك قاعدة بيانات تقدر ترجع فيها. فأتحنا فيها صفحة للتسجيل من خلال الوسطاء وسجلوا فيها البيانات، تكونت عندنا قاعدة بيانات. عملنا فيها نظام داخلي لإدارة الملفات واعتمادها وإدارة العقود الخاصة بالوسطاء، وقريبا راح نفتح إن شاء الله لمكاتب الوسطاء صفحة خاصة يقدرون يعني يتعاملون فيها مع الإدارة المعنية ويتواصلون فيها بالتبادل البيانات لمكاتب الوسطاء. نفس المبدأ طبقنا كذلك لإدارة المحاماة عندنا في إدارة شؤون المحاماة في الوزارة. طبعا إدارة شؤون المحاماة عندها قواعد بيانات وعندها نظام سابق، لكن طورنا النظام وعملنا نظام جديد، بنيناه كسيستم جديد، وهذا النظام طبعا يخدم مكاتب المحاماة ويخدم الإدارة المعنية عندنا في الوزارة. راح يكون لنفس المبدأ صفحة لمكاتب المحاماة هي اللي تسجل عندي البيانات وترفعها للإدارة المعنية، تبي تغير بيانات محامي، تشطب محامي ولا ترسلها، ترسلها من خلال السيستم. أنا بحتاج كوزارة أرسل لهم تعميم معين أرسله من خلال هذه الصفحة اللي هما يكون فيه طبعا اسم مستخدم. أمانة المميز أيضا في هذا الموضوع أن بوابة صك الإلكترونية سهلة جدا جدا جدا، يعني أنت تتكلم عن جميع الأشياء المطلوبة واضحة جدا، كتابتها باللغة العربية مبسطة جدا، ما فيها أي صعوبات دخول تسجيل أو غيره، الأمر سلس جدا. حتى الشخص اللي ماله في الإلكترونيات، الشخص اللي مجرد ما يقرأ ما يحتاج أنه يتعامل مع خط ساخن ويكلم ولا اشترى معي كذا في الموقع، كل شيء موجود ومبسط بأبسط الأمور. لذلك هذا أيضا أمانة يعتبر شيء مميز صراحة، لأن بعض المواقع تجيك معقدة قليلا، لكن هذا بوابة صك الإلكترونية سهلة الاستخدام، كل شيء واضح مبسط بمفهوم الكل. صح. فلذلك هذا أيضا أعتقد شيء يميز هذا. نعم. لو نتكلم عن الوزارة، حققت إنجازات كبيرة في مجال تحديث وتطوير البيئة القانونية والبناء التشريعي في البلاد. نعم. ما طبيعة القوانين الجديدة التي شرعت هذا العام؟ وزارة العدل بكون اختصاصها هي الجانب القانوني في الدولة تغطي جوانب كثيرة، سواء بالتشريعات اللي تصدرها الوزارة أو حتى اللي تساهم فيها من خلال إصدارات الوزارات الأخرى بإبداء الرأي، أو حتى في الاتفاقيات والعقود الدولية اللي تبرمها الوزارات من خلال ترجع فيها لوزارات العدل باختصاصاتها. هذه التشريعات يتم تحديثها بشكل دوري من فترة إلى أخرى بما يتواكب مع المتطلبات الفترة الأخيرة. وحاليا تعكف الوزارة على تحديث قوانين التسجيل العقاري والتوثيق، وأصدرت الفترة الأخيرة القرارات التنفيذية لقانون أعمال الوساطة العقارية وأعمال الخبرة. ولذلك احنا حاليا لدينا أكثر من 139 خبير معتمد أمام المحاكم القطرية تم تأهيلهم واعتمادهم من إدارة الخبراء عندنا في الوزارة. نعم. وكذلك تم اعتماد أكثر من 200 وسيط عقاري بعد ما تم وفقا لأحكام القانون. وكذلك في عندنا جانب مهم في موضوع الجانب التشريعي، عندنا مركز الدراسات القانونية والقضائية يقوم بعملية التوعية القانونية للقوانين والتشريعات التي تصدر أو التي صدرت وكيف يتعاملون فيها في الجانب القانوني في الدولة، سواء من خلال الباحثين القانونيين، من خلال الجهات الحكومية، ومؤخرا حتى ربطنا مع وزارة التنمية من خلال نظام موارد أنه يقدر المتدرب يدخل في البرنامج من خلال نظام موارد. وأخيرا أطلقنا خدمة بوابة الميزان على الجوال، ميزان أب احنا مسمينها، على منصة أبل ومنصة أندرويد، أنه تقدر أنت ترجع فيها لجميع التشريعات من 1961 إلى الآن، تقدر تطلع فيها على الجريدة الرسمية من خلال الجوال، تنزلها PDF وتشوف الجريدة الرسمية كاملة. هذه تغطي كلها الجوانب التشريعية اللي تصدر. ممتاز، ما قصرت. احنا في بداية الحديث ذكرت لنا، مرينا عليها بشكل سريع، من الإنجازات والمؤشرات العالمية اللي دائما ما تحيز عليها وزارة العدل. ذكرت أنها أخذت اللهم لك الحمد الأول، لكن نبي نتكلم شوي أكثر عن هذا الموضوع، عن المؤشرات العالمية لوزارة العدل. نعم.
وزارة العدل هي جزء من النظام الحكومي في دولة قطر مثل ما تدرون، ودولة قطر ولله الحمد والمنة دائما تسعى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم. ولذلك دائما ترى القيادات عندنا يعني تدعو عندنا المدراء التنفيذيين والموظفين إلى الوصول بالمؤشرات هذه حتى مستوى الموظف من الأصغر إلى آخر موظف أن يدعم هذا التوجه. ولذلك مثل ما أشرت أنا مسبقا أن وزارة العدل يعني في دولة حقارة حققت من خلال الوزارة المركز الأول على مستوى العالم وفقا لتقرير البنك الدولي. وكان إحنا سابقا كانوا يعتبرون أن إحنا نأخذ وقت طويل في عمليات تسهيل إجراءات الملكية العقارية، فعليا لما رجعنا للبنك المركزي ورويناهم الإجراء كيف يتم عندنا فقالوا لا احنا كنا ظالمينكم في المؤشر هذا. لذلك عملت الحكومه الفتره الاخيره على تحسين الرؤيه الموجوده عند البنك الدولي نفسه. انتم حضوركم وتسهيل المعاملات امانه ودقتها وناحيه حتى الجانب القانوني انه يكون سهل وسلس وواضح، هذا ترى يدعم حتى الاقتصاد القطري. انت تتكلم انا كمستثمر في الخارج، انا اذا جيت استثمر في الدوله ولقيت مثلا وزاره العدل هي ايضا سلسله من السلاسل الموجوده في دوله قطر تكمل بعضها، لكن اذا لقيت صعوبه في التعامل مع وزاره العدل، تاخير في مثلا خلينا ناخذ على الجانب العقاري على سبيل المثال، صعوبه في تبديل الصكوك، صعوبه في التسجيل، تاخير في الامور، تعقيد في بعض الامور، انا كمستثمر ما راح استثمر في هذا البلد. لذلك انتم جزء لا يتجزا من بنيه واقتصاد هذه الدولة. المستثمر الدولة الناجحة هي من وجد فيها مستثمرين من الخارج. صحيح. هذا ندلدل على نجاح هذه الدولة لأن مطمع للآخرين هم يستثمرون فيها ويأخذون من خير هذا البلد. فذكرتني في موضوع احنا انشأنا نظام لتملك الأجانب، ذكرتني فيه. ممتاز. نظام تملك الأجانب احنا وتسهيلا من الإجراءات من معالي رئيس مجلس الوزراء سعادة الوزير نستغنى فيه مع وزارة الداخلية صراحة مشكورين في هذه الفترة الماضية لإطلاق الصفحة أن تكون صفحة واجهة واحدة كنافذة مستثمر أن يقدم فيها على متطلبات التملك وتبدأ تأخذ دورتها المستندية عندنا إحنا في وزارة العدل وفقا للإجراءات اللي تتم عندنا ويتم الرد فيه خلال ما يتجاوز يوم واحد من خلال وزارة الداخلية أن تصدر له بطاقة الإقامة إذا كان هو مستحقها. هذا يذكرني ببرنامج البواب الواحد هذا. كان هذا إنجاز صراحة للمستثمر، فهم نفسهم حتى كانوا يستغربون أن شلون الإجراء يتم بهذا السرعة. أنتم سبقتوا الدول صحيح. يعني يمكن المستثمر نفسه في دولته ما تكون عنده إجراءات بهذه السلاسة. أنت تتكلم عن إنجاز أن أنا مستثمر خارجي أشيك عليه وغيره من الأمور هذه في يوم واحد. صحيح صحيح. إنجاز. نعم صحيح. سيد خالد، لو نتكلم عن الخدمات اللي قدمتوها وعن الخدمات الجديدة مثال التوثيق الإلكتروني، وتحدثنا عن طبيعة الخدمات الإلكترونية الجديدة بشكل أكثر. نعم، الخدمات التوثيق مثل ما أشرت أنا سابقا هي من ضمن نظام صك اللي ذكرتها. نعم. حيث أنه عندنا إحنا حاليا عدد الخدمات في نظام صك تقريبا 209 خدمة و98 خدمة منها خاصة بالتوثيق وتقدم إلكترونيا بشكل متكامل، لكن يتم إنهاء مثل ما ذكرت من خلال مراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل في المراكز بحكم تحقق من الهوية. لكن الفترة القادمة وإن شاء الله قريبا يعني خلال الشهرين القادمين راح نطلق هذا موضوع التحقق من الهوية باستخدام الفيديو، فما راح يصير لا حاجة المتقدم إنه يخلص إجراءاته من خلال مراكز الخدمة، يقدر يكملها إلكترونيا. راح نبقي على العمل بيكون متوازي خلال فترة زمنية لنلقي موضوع الحضور للمراكز بإذن الله. بطمن على خدمة السيارة راح تكون مستمرة؟ موجودة تقدر اليوم تطلبها حتى بعد الجائحة. نعم حتى عقب الجائحة. ممتاز. نعم. وخدمة الكاميرا إن شاء الله اللي هو للتحقق أساسنا ما يحتاج، هذه خلال يعني خلال الفترة القادمة راح تطبق. رب ضارة النافع سبحان الله. يعني فعلا وفرت الجهد حتى على الموظف نفسه. صحيح. أنا الآن كوزارة بدل أنشغل في مثلا خدمة الجمهور تعقيد المعاملات الورقية وتأخيرها وغيره، أنا الآن حتى أنشغل في موظفيننا أطور مستوى عمل سلمهم شغل أكثر في شغل آخر قد يفيد الوزارة بدل لا يكون الشغل معاملات ورقية وشيء يضيع وشيء كذا وأشغل الموظف في أمور قد لا تفيد الوزارة. فلذلك هذه الأمانة التطور الجميل هذا اللي قاعد نشوفه من قبلكم اندلدل على حرصكم على التطوير وحرصكم على وضع بصمة في إنجازات هذا الوطن. لو نتكلم شوي عن ردة فعل الجمهور من خلال الخدمات اللي قاعد تقدمونها. والله لله الحمد والمنة الخدمات المقدمة طبعا في يعني
جانب من التخوف عند بعض الجماهير من الجوانب القانونيه. بعض الجمهور اصلا حتى يبي المعامله الورقيه، وهو هو صراحه متعود على سيستم القديم. نعم، ابي كذا سلمني. ايوه كذا، انا استلم السند. أيوة صحيح. لكن ما يمنع ان انت وصولك، انا اوصل له السند الملكيه حتى من خلال التوصيل. لكن في بعضهم يقول لك، وهذا يعني من ضمن الخدمات المميزه، ان انا قاعد اخلص المعامله يمكن خلال نص ساعه، فيقول لك انا اروح اخلص معاملتي نص ساعه. لكن هي الخدمات لما توفرها فئه كبيره راح تستخدمها، وهذه الشيء اللي بتميز ان انت تقدر تسوي المعامله اونلاين. سابقا يعني احنا كنا لما نسوي المعاملات مثلا في نقل الملكيه في السيارات كنا نتخوف نقول لا ما راح نتعامل فيها، لكن بعدها مع الممارسه والثقه اللي تطلع عند الانظمه راح تصير خلاص. احسنت والله، ذكرتني في مطراش اول الايام. نعم صحيح. كنت اخاف اقلب سياره، لازم اروح انا واخذ الاستماره الحين، والله ما اروح لوشو تبي اقلب الحين ولا خلاص كنسل، حتى البعد كنسلها ما عندك مشكله. أيوة ففعلا الثقه ومع الممارسه مع الجميع راح تنساب مع هذا التيار، حتى لو كان فيه تعود على المعامله حتى على مستوى البطاقه. وانت اول ما بدا الدفع الالكتروني كانت الناس تتجنب تدفع كاش ولا تدفع بالبطاقه، لكن حاليا صارت الممارسه مختلفه يعني تغير. نعم ابو محمد، لو نتكلم عن الجانب الامني، في بعضهم متخوف يقول لك والله من ناحيه الاثبات. اي جميل جميل، من ناحيه الاثبات هذه بعد لازم نتكلم في هذه النقطه. صحيح صحيح، احنا ولله الحمد يوم بدينا هالخطوه كان يعني التوجه التركيز على موضوع امن المعلومات وتوثيق الوثيقة سواء الرقمية أو الورقية. توثيق الوثيقة الورقية هو سهل، هو يوجد عندنا في الوزارة فيطبع الوثيقة من خلال النظام، لكن توثيق المعاملة الإلكترونية وصراحة احنا نسقنا فيها مع وزارة الداخلية مع وزارة المواصلات والاتصالات في هذا الجانب نحو توثيق الوثيقة الإلكترونية، أن تكون هذه الوثيقة معتمدة وهي صحيحة وليست وثيقة مزورة. أو في هذا الجانب نستغنى فيه صراحة مع الجهات الأمنية، وهذا الجانب مهم جدا بالنسبة لنا. نعم شكرا. نعم. لك شكرا لك أعزائي المشاهدين. كان معنا السيد خالد محمد إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، شكرا لك وشكرا لحديثك الجميل وإفادة الجمهور بالقوانين الجديدة. الله يجزاك خير، شكرا لكم. إن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله في ممارسة. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، في الختام وختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نروح وياكم إلى كتار نقل الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني، ونلقاكم بكرة بإذن الله تعالى. دمتم سالمين.